قسم طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات. النهاردة هناخد الدرس الأخير في مادة مراقبة الجودة. الدرس الأخير عندنا يا شباب بيتكلم عن عمليات أو مراقبة جودة عمليات التجهيز والمنتج النهائي. هنتكلم فيها عن إيه هو الأول تقسيم التجهيز. تقسيم التجهيز عندنا بيتقسم إلى ثلاث أقسام أساسية. القسم الأولاني بيتكلم عن التجهيز الأساسي. بما أننا بنتكلم عن التجهيز الأساسي ده معناه أن إحنا التجهيز ده هو ما نقدرش نستغنى عنه في جميع العمليات اللي إحنا بنحتاجها فيما بعد. وأول عملية من عمليات التجهيز الأساسي هو عملية الغلية. عملية الغلية عملية كبيرة جدا طبعا، وبنتكلم فيها عن المواد المستخدمة في عملية الغلية زي مادة الصودا الكوية ومادة هكسا ميتافوسفات الصوديوم ومادة صلفيت الصوديوم ومادة بي صلفيت الصوديوم وبعض المواد المساعدة الأخرى. بس قبل ما نتكلم عن عملية الغلية لازم نعرف إيه هو الغرض من عملية الغلية. الغرض من عملية الغلية إن إحنا نتخلص من المواد الشمعية والدهنية اللي موجودة في الخامة النسجية بتاعتنا عشان نقدر بعد كده نعمل العمليات التالية زي عملية التبييض والصباغة وعملية الطباعة. كمان في عملية الغلية بنتخلص من المواد والاتساخات اللي موجودة في الخامة النسجية. كمان في عملية الغلية بنتخلص من أي شموع أو دهون أو أي حاجة موجودة في الخامة النسجية عن طريق عملية الغلية. طبعا عملية الغلية بتتم تحت درجة حرارة 100 درجة مئوية وبتتم تقريبا في ساعتين أو أربع ساعات، من ساعتين لأربع ساعات. والمواد اللي احنا قلنا بنتكلم عنها اللي هي الصودا الكاوية والبي صلفيت والهيدروصلفيت الصوديوم وصلفيت الصوديوم وكمان المواد المساعدة. طبعا في عملية الغلية دهيت او المواد اللي احنا بنتكلم عليها دي مش بتتم طبعا على كل الخامات النسجية، يعني المواد اللي احنا بنتكلم عليها دي بتتم على القطن والكتان، لكن مثلا الصوف ما نقدرش نستخدم فيه صودا كاوية بتركيزات عالية، الحرير برضو ما بنقدرش نستخدم فيه صودا كاوية بتركيزات عالية، بنغليه وبنتخلص من المواد مثلا زي السيرسين اللي موجود في الحرير عن طريق بعض المواد المساعدة وبعض المنظفات الصناعية اللي بنستخدمها في الغلية بتاعة الحرير. كمان عايزين نتكلم ان نقول ان احنا بالنسبة للتجهيز الاساسي وعملية الغلية دي عملية معقدة جدا وبيبقى فيها درجات حرارة عالية، فلازم واحنا بنراقب الجودة في هذه العملية نتأكد من تركيزات المواد اللي موجودة اللي بتستخدم، لان طبعا قلنا ان التركيز بيفرق كتير جدا جدا في التخلص من المواد، وبناء عليه يبقى احنا التركيزات هتبقى مرتبطة بنسب المواد والشوائب اللي موجودة في الخامة، عشان كده لازم نبقى شايفين النسب والمواد اللي موجودة في الخامة عشان نقدر نعمل عملية الغلية بشكل صحيح. كمان لازم نتأكد من الزمن بتاع عملية الغلية، يعني لو نفترض ان احنا بنستخدم مثلا اقمشة خفيفة واقمشة ثقيلة هتفرق كتير قوي، لما بكون اقمشة ثقيلة يبقى الزمن اكيد هيزيد شوية، لو اقمشة خفيفة يبقى الزمن ممكن يقل معايا. اما بالنسبة للغلية مثلا ده بالنسبة للزمن، كمان درجة البي اتش بتاعي يلعب دور مهم جدا في عملية الغلية، يعني مثلا الصوف ما بيستخدمش بي اتش قلوي بكميات كبيرة، لازم تبقى كميات حساسة ويمكن نوصل لدرجة التعادل كمان، لكن بالنسبة للقطن بنستخدم مثلا قلويات بنسب كبيرة بتوصل لي من 8.5 ل 11 بي اتش. ده بالنسبة لعملية الغلية والتجهيز الأساسي. طيب هل عملية الغلية ده هي بتفرق معنا طبعا في مراقبة الجودة؟ طبعا لازم في مراقبة الجودة لازم نراقب على كل الكلام اللي احنا قلناه ده، نسب المواد والكميات ودرجة البي اتش والزمن وكمان درجة الحرارة. ده بالنسبة للتجهيز الأساسي في عملية الغلية. نخش على العملية الأخرى اللي بتتم وبنراقب فيها برضو الجودة، هي عملية التبييض. عملية التبييض من المواد أو بتتم على الأقمشة لإزالة اللون الطبيعي للخامة، بنكسر المواد الملونة وبنزلها وبنحولها إلى مواد زائبة ومواد عديمة اللون على أساس أن احنا نعمل لون الأبيض. وطبعا زي ما انتم عارفين ان التبييض عندنا نوعين من انواع التبييض، عندنا في تبييض نصفي وده بنستخدمه لما بنكون بنستخدم او الاقمشه اللي احنا هنستخدمها دهيت هنصبغها بعد كده بالوان غامقه زي الكحلي الزيتي البني، طبعا مش هنبقى محتاجين ان احنا نبيض بشكل قوي جدا، فبنعمل عمليه تبييض نصفي، يعني يا دوبك بنزيل بس المواد الملونه. اما بالنسبه للتبييض الكامل فبحصل في الاخر على قماشه صافيه باللون الابيض. طبعا عندنا التبييض بالنسبه للاقطان بيختلف من نوع لاخر، وكمان التبييض بيبقى عندنا في
كذا مادة من مواد التبييض زي مادة هيبو كلوريد الصوديوم، دي بنستخدمها في تبييض الأقطان، وكمان مادة ماء الأكسجين، ومادة ماء الأكسجين بنستخدمه في تبييض الأقطان، وكمان بنستخدمه في تبييض الصوف، وإن كان في صوف بيبقى بشكل أقل شوية لكن بنستخدمه كمان في تبييض الصوف. لكن الصوف المادة الأساسية في تبييضه، بنبيضه بالاختزال عن طريق البلانكت. كل ده، كل المواد اللي احنا بنتكلم عليها والمواد اللي احنا بنستخدمها سواء في عملية التبييض، دي مواد طبعا بتختلف تركيزاتها، والتركيزات بتختلف على حسب درجة البياض اللي انا عايزها. طب هتقدروا تقولوا لي دلوقتي هل ده معناه ان في البياض درجات؟ طبعا في البياض درجات. حتى لو احنا دلوقتي عندنا ورقتين جبناهم من اماكن مختلفة، والورقتين الاتنين احنا متفقين انهم بيض، ونحطهم جنب بعض هنلاقي درجات الالوان او درجات البياض بتاعتهم بتختلف من مكان لاخر. يبقى احنا كده هوت لما هنيجي نراقب الجودة هيفرق معانا في درجات البياض. درجات البياض هتبقى فرق معانا كويس جدا، هنبقى عايزين نعرف ايه درجة البياض اللي انا عايز اوصل لها. كمان لما اجي اراقب الجودة على عملية التبييض في التجهيز الاساسي، لازم اشوف المواد اللي انا بستخدمها في عملية التبييض، وده هيتوقف كمان على نوع الخامة اللي انا ببيضها، سواء كانت قطن او كتان او حرير او الياف صناعية. كل ده هيفرق معايا في المواد المستخدمة وفي نسب هذه المواد وفي تركيزاتها، لاني زي ما اتفقنا ان احنا دلوقتي الاقمشه اللي عندنا بتختلف التركيزات وتختلف نسب المواد على حسب نوع الاقمشه اللي انا بستخدمها. يبقى احنا التبييض لما بنيجي نشوفه بنشوف المواد وتركيزاتها، وقلنا دي هترتبط بنوع الخامه اللي انا بستخدمها، وكمان درجه البياض اللي انا عايز احصل عليه. ده بالنسبه للمواد المستخدمه. كمان بالنسبه للزمن، انا التركيزات هتبقى مرتبطه كمان بالزمن، يعني انا ممكن استخدم تركيزات عاليه واقلل في الزمن، او استخدم تركيزات قليله وازود في زمن التبييض، برضو هيبقى مرتبط بنوع الخامه وبدرجه البياض. كمان درجه البي اتش هتفرق معايا في عمليه التبييض وانا بشتغل عليها. الحراره كمان، وغالبا التبييض كله بيشتغل على درجه حراره فوق ال 100 درجه مئويه، ممكن اطلعها بشكل تدريجي وممكن اطلعها مره واحده على حسب نوع التبييض ونوع المواد المستخدمه في عمليه التبييض. كمان بنتكلم في التجهيز الاساسي على ضبط العرض. ضبط العرض برضو من الحاجات المهمه جدا، وضبط العرض هنا هو عايزين نعرف يعني ايه ضبط العرض. ضبط العرض ده عندنا فيه حاجتين من ضبط العرض. في نوع من انواع ضبط العرض وهي اسمها التثبيت الحراري، والتثبيت الحراري ده معناه ان انا بثبت القماش بدرجات حراره، درجه الحراره ده هي اكبر من اي درجه هيتعرض لها بعد كده في العمليات اللي بعد كده. ازاي الكلام ده؟ يعني لو احنا بنقول ان احنا القماش بتاعنا، لو نفترض ان احنا معانا خامه قطنيه مثلا او قماش قطن، عايزين نعرضه لدرجات حراره، اما هنيجي نصبغه هنصبغه مثلا على 100 درجه مئويه، لما هنيجي نعمل له عمليه تبييض او غليه هنعرضه ل 100 درجه مئويه. يبقى انا لما اجي اعمل له تثبيت حراري اعمله مثلا تثبيت حراري على 140 او 150 درجه مئويه. طيب ايه اللي هيحصل في التثبيت الحراري ده؟ هعرض الخامه بتاعتي لدرجه حراره اعلى من اي درجه حراره هتتعرض لها فيما بعد، وبناء عليه لما تيجي تتعرض لها او ما تيجي الخامه دي تتعرض لدرجات الحراره اللي بعد كده ما يحصلهاش عمليه انكماش. يبقى انا ضمنت ان العرض بتاعي ثابت على عرض معين، ما حصلش انكماش للخامه او العرض بتاعها ابتدى يقل. تمام. طيب يجي واحد يقول طيب احنا ممكن بقى، بما ان احنا ممكن اقدر اتحكم في العرض بتاع القماش واثبته حراري زي ما انا عايز، انا ممكن بقى اشد القماش، انا القماش عندي عرضها متر، انا ممكن اشدها لتبقى مثلا متر ونص. اقول له لا، ضبط العرض بيشتغل في حوالي 25% من العرض الاساسي للخامه، من 10 ل 25% من العرض الاساسي للخامه. ما اقدرش ازود العرض عن او اشد القماشه او اشد العرض بتاع القماشه اكتر من كده، لان لو حصل الكلام ده هو في حاجه بتقول لنا ان الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده. ده معناه ان انا لو شديت القماش بشكل اكبر من اللازم او من الحد المسموح به، اللي بيحصل اول ما بيشم ميه او اول ما بيشم رطوبه، اللي بيحصل له عمليه انكماش، بل عمليه الانكماش بتزيد عن النسبه اللي انا شديت بيها. يعني لو انا القماشه عرضها متر وانا كنت مثلا بشدها عشان يبقى عرضها متر و50، لما بيحصل لها انكماش اول ما بتتعرض لرطوبه ممكن العرض بتاعها بص الاقيه وصل ل90، فده معناه ان هو مش هيحقق لي العرض المطلوب بتاعي او الكميه بتاعه العرض اللي انا عايزها. فعشان كده ضبط العرض لازم ابقى متحكم فيه بشكل عالي جدا، ولازم اثبت بشكل حراري على اساس اللي انا هحتاجه فيما بعد. دي طريقه في ضبط العرض اللي انا ببقى عايزه،
واحيانا بيبقى ضبط العرض بيبقى يدوبك ان انا بس بفرد القماشه بالشكل اللي انا عايزه عشان مثلا بعد كده هطبعها فما يحصلش فيها كسرات، فبعمل لها ضبط عرض بس للقماش مش اكتر من عمليه الفرد. كمان من عمليات التجهيز الاساسي هي عمليه الحليق، والحليق هو زالت الوبره اللي موجوده على سطح الخامه، والوبره اللي موجوده على سطح الخامه بتبقى شعيرات غير ناضجه او ميته موجوده على سطح الخامه، انا بحاول اتخلص منها بعمليه الحليق، لان الوبره دي لو فضلت موجوده على سطح الخامه بيحصل انها بتعمل لي مشاكل بعد كده في عمليه الصباغه، لانها بتمتص صبغه اكبر من القماشه كلها، وبناء عليه بتعمل لي زي نقط على عمليه الصباغه. طيب هل مراقبه الجوده بيبقى ليها دور في الكلام ده؟ اه طبعا، لان انا بزيل الوبره بزيلها من على سطح الخامه، ولازم اتخلص من الوبره دهيت بشكل كبير جدا عشان ما تعمليش مشاكل في عمليه الصباغه زي ما قلنا، او تعمل لي مشاكل في عمليه الطباعه لما باجي اطبع على سطح القماشه بتعمل لي نقط، واجي اشيل النقطه دهيت ابص الاقي ان تحتيها مكانها فاضي او مفيش لون لانها بتمنع نزول اللون في المكان اللي موجود فيه. بعد كده في برضو من عمليات التجهيز الاساسي عمليه الحريق، والحريق بقى هنا هو غير الحليق، الفرق ما بينهم هو حرف بس، الفرق ما بينهم كبير جدا جدا جدا. الحريق هنا هو بنتكلم عن إزالة الوبرة إزالة تامة، يعني الحريق احنا بنتخلص من الوبرة اللي موجودة على سطح الخامة، والحريق كمان ممكن مش أتخلص من الوبرة بس، أنا ممكن أساوي الوبرة اللي موجودة على سطح الخامة زي الفوط مثلا أو الأقمشة الوبرية، أنا ممكن أتخلص من الوبرة اللي موجودة على سطحها، أو ممكن أقص الوبرة بحيث أنها يبقى ليها ارتفاع معين على سطح الخامة بتاعتي. فده بالنسبة للحليق، لكن الحريق بقى بتخلص من إزالة الوبرة إزالة تامة خالص، زي بالظبط كده واحد بيحلق زيرو، يعني ما بيبقاش على راسه اي شعر، فده معناه ان انا بحرق الوبره، بحلق الوبره يعني ما بيبقاش لا وجود للوبره نهائيا على سطح الخامه. يبقى الحريق، واحنا كنا خدنا في الصف الاول او الصف الثاني خدنا الحريق، وقلنا ان الحريق عندنا فيه ثلاث طرق، اللي هو بالاسطوانات النحاسيه، وفي الحريق بالاسطح المعدنيه الساخنه، وفي قلنا الحريق باللهب المباشر، وده بيحلق ممكن الوجهي القماش. والحريق أنا بتخلص من الوبرة تماماً اللي موجودة على سطح الخامة. كمان من عملية التجهيز الأساسي هو عملية التنشية، والتنشية ده هي بتتم وخاصة على خيوط السدة اللي موجودة في الخامة النسجية، والتنشية دي بتتم على خيوط السدة قبل عملية النسيج. طيب التنشية دي بتتم ليه على خيوط السدة قبل عملية النسيج؟ عشان أكسب الخيوط دهيت مزيد من القوة والمتانة اللي يخليها تتحكم أو تتحمل الجهد الميكانيكي اللي وقع عليها أثناء عملية النسيج، لأن احنا عارفين أن عملية النسيج خيوط السدة بتفضل طالعة ونازلة طول عملية النسيج، وخيوط اللحمة يدوبك بتترمي من ناحية دي للناحية التانية، لكن خيوط السدة عندنا بتفضل طالعة ونازلة طول عملية النسيج، فبنعمل تنشية لخيوط النسيج. طيب هل التنشية دهيت بتتم على الخيوط فقط ولا ممكن كمان تتم على الأقمشة؟ لا، دي التنشية دي كمان ممكن تتم على الأقمشة اللي موجودة عندي، لأني بعمل إيه للتنشية دي أو إيه الغرض بقى من التنشية؟ زي ما كنا بنقول إن التنشية الغرض منها في الخيوط السدة إنها تديها قوة ومتانة، لا، التنشية بقى بالنسبة للأقمشة الغرض منها إنها تديها ثقل أو تديها وزن أكبر من الوزن بتاعها، أو تديها تملى الفراغات اللي موجودة في الخامة. طيب هل الموضوع ده ممكن نجربه في البيت؟ آه طبعا ممكن نجربه في البيت. لو إحنا عندنا مثلا شاشة، حتة شاش كده من اللي موجود في البيت ده، والشاش اللي هو الشاش الطبي ده، لو إحنا جبنا شوية نشا وعملناهم بمية ودرجة حرارة عالية وابتدينا نحط الشاشة دي في النشا، هنلاقي إن الفراغات اللي موجودة في الشاش ده هو تبتدي تتملي بالنشا، وهنلاقي إن سمك النشا ابتدى يتقل. لو كوناها بقى كويس جدا بورق كلك او ورق زبده كده عليه، هنبص نلاقي ان القماشه ابتدت تتقل وبقى ليها وزن وبقى ليها سمك كبير، والفراغات اللي كانت موجوده في الشاش ابتدت تتملي. ده نوع من انواع التنشئه اللي بتتم على الاقمشه. طب هل ده استفاده؟ اه طبعا ليه استفاده، بس بيبقى تجهيز مؤقت مش تجهيز دائم وما بنحتاجوش بشكل كبير. يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي اقمشه عايز وزنها يزيد شويه، اقمشه مثلا هعرضها لعمليات بعد كده عايز متانتها تزيد، مثلا عندي غطيان العربيات ممكن اعمل لها عمليه تنشئه عشان اخلي وزنها يتقل شويه واقفل المسافات بتاعتها. ده كله من عمليات التنشئه او عمليات التجهيز الاساسي. كمان عندي من عمليات التجهيز الاساسي وهي عمليه كليندر،
وعمليه الكليندر ده ان انا بكوي سطح القماشه بسطح معدني. والكليندر احنا عندنا اسطوانات، الكليندر عباره عن اسطوانتين، الاسطوانتين او ثلاث اسطوانات، بيبقى لو ثلاث اسطوانات بيبقوا اثنين من المعدن وواحده من المطاط، ولو اسطوانتين هتبقى واحده من المعدن وواحده من المطاط. والمعدن ده هي بتبقى اسطوانه ساخنه جدا، طبعا الساخنه بدرجه حراره تقدر تتحملها الخامه النسجيه، والكليندر ده بيفرد القماش وبيديله لمعه. يبقى الكليندر ده برضو من عمليات التجهيز الاساسي. كمان من عمليات التجهيز الاساسي عندنا وهي التحكم في الانكماش. التحكم في الانكماش يعني انا اقدر اتحكم في الانكماش بتاعي، واقدر اتحكم في ما يقدرش الخامه عندي سواء بشكل طولي او عرضي تنكمش الا بالنسب اللي انا محددها. كمان عندنا من عمليات التجهيز الاساسي هي عمليه التحرير، وعمليه التحرير هي اكساب الخيوط والاقمشه القطنيه قدره عاليه من النعومه واللمعان وقدره على الامتصاص. احنا عندنا عارفين ان القطن بيبقى مش ناعم بالشكل الكافي ولا لامع بالشكل الكافي، وعمليه التحرير بعمل ايه؟ بعمل انتفاخ للخيوط القطنيه بالصودا الكاويه بدرجه حراره من 8 ل 18 درجه مئويه، وده بيخلي الخامه القطنيه يحصل لها عمليه انتفاخ بالنسبه لي، والانتفاخ ده بيديها نعومه وبيديها لمعان، كمان بيديها قدره على امتصاص الصبغات. طب قدره على امتصاص الصبغات ده ايه اللي بيحصل فيه؟ قدره امتصاص الصبغات ده معناه انها بتمتص الصبغات بشكل اكبر، لان انا عندي الاقمشه بتبقى مثلا فيها انكماشات كده، لما انا بحصل لها انتفاخ فده معناه ان انا بوجد مساحه جوه الالياف النسجيه، وبناء عليه تبقى في قدره على الصبغه تقدر تخش بشكل اكبر جوه الالياف. دي عمليه التحرير. طيب كل ده احنا تقريبا خدناه في العمليات، لكن انا يهمني مهم جدا جدا في حته المراقبه، ان ايه دور المراقبه في القصه دي. كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بنتكلم عن مواد كيميائيه، بنتكلم عن درجات حراره، بنتكلم عن زمن، بنتكلم كمان عن طريق او طريقه لوضع المواد في العمليه، يعني ترتيب للمواد. يعني المواد دي ما بتتحطش هباء كده، ما بتتحطش اروح حاطط كله على بعض واروح حاطط القماشه وخلاص كده اشتغلت، لا، المواد دي بتتحط بترتيب معين بزمن معين. يعني انا ممكن دقيقه او دقيقتين تفرق معايا في الزمن وتفرق معايا من عمليه لاخرى. بمعنى ان انا دلوقتي لو انا في ترتيب المواد، مثلا لو انا دلوقتي بتكلم عن عمليه زي عمليه الغليه، وعمليه الغليه بحط دلوقتي المواد الكيميائيه عندي، وحطيت المواد الكيميائيه ديت قبل ما احط مثلا ماده هيدرو او هيدرو سلفيت الصوديوم، او بحط ماده هيكساميتا فوسفات الصوديوم، وخاصه ماده هيكساميتا فوسفات الصوديوم لو انا حطيتها او حطيت المواد الكيميائيه قبل ما احط ماده هيكساميتا فوسفات الصوديوم. هيكساميتا فوسفات الصوديوم ديت وظيفتها انها تزيل عصره الميه. طيب انا حطيت المواد الكيميائيه قبل ما ازيل عصره الميه، هل المواد الكيميائيه دي هتتفاعل؟ اكيد لا. يبقى انا لازم احط هيكساميتا فوسفات الصوديوم الاول في الميه عشان ازيل العصره بتاعه الميه، وبعد كده ابدا احط المواد الكيميائيه بتاعتي عشان تقدر تتفاعل مع الخام. فيبقى ترتيب المواد ده هنا مهم. هنا بقى دور مراقبه الجوده. مراقبه الجوده هنا دورها في ايه؟ في ان انا اراقب ترتيب المواد بتتحط ازاي. مش لازم مراقبه الجوده استنى لما القطعه تخلص وبعد كده ابدا ابص عليها واقول اه والله القطعه دي فيها عيب كذا او كذا او كذا، لا، مراقبه الجوده كمان بتتم اثناء العمليات، اثناء وزن المواد، اثناء ترتيب وضع المواد. ليه؟ عشان امنع العيب من بدايته، ما استناش لما العيب يحصل وبعد كده ابدا اراجع عليه، لا، انا ممكن امنع العيب من بدايته لو انا كل مرحله من المراحل اللي احنا بنتكلم عليها دهيت زي المواد ودرجات الحراره والزمن والوقت والكميات والمواد وترتيبها وكيفيه وضعها والطريقه اللي انا بستخدمها والماكينات اللي انا بستخدمها ونوع القماشه اللي انا بستخدمها، لو انا راقبت كل من المرحله من المراحل دهيت اكيد بعد كده في الاخر لما بحصل على الخامه ما بيحصلش فيها اي مشاكل. كمان من عمليات التجهيز اللي احنا بنستخدمها هو التجهيز النسجي او التجهيز الشكلي. والتجهيز النسجي او الشكلي ده معناه ان انا بحصل على تغير في الخامه بتاعتي، يعني انا الخامه بتاعتي بحصل عليها في تغيير في شكلها او في الشكل بتاعها او في المظهريه بتاعتها. طيب الكلام ده بيحصل ازاي؟ زي مثلا تجهيز التجعد. في موضه طلعت كده في الاشربات بتاعت السيدات ان انا بستخدم الاشربات بيبقى فيها عمليه من عمليات التجعد او بيبقى فيها كرمشه موجوده في الخامه. وتجهيز التجعد ده بيتم بطريقتين، لا اما بالصودا الكاويه او بيتم بالحراره.
بالحراره بيبقى عندي استنباط، الاستنباط ده بيبقى ليها اشكال معينه بقدر احطها على القماشه بدرجات حراره عاليه فيحصل عمليه تجعد، وخاصه لو الخامه بتاعتي دهيت فيها الياف صناعيه فبقدر احصل على تجعد بشكل معين. طيب التجهيز بقى بالصودا ده معناه ان انا بدي، لو انا دلوقتي عندي الياف قطنيه والياف صناعيه مخلوطه وجيت حطيت الالياف دهيت، يعني انا عندي الياف مخلوطه ما بين قطن وخامه صناعيه زي البوليستر، وجيت حطيت الخامه كلها في الصودا الكوي، لو انا جيت حطيتها في الصودا الكويه بتركيزات عاليه هيحصل ايه؟ هيحصل ان القطن هيحصل له انتفاخ زي ما قلنا، هيبقى الانتفاخات ديت اكبر من الانتفاخات اللي هتحصل للبوليستر، وبما اني انا عندي فتله قطن وفتله بوليستر الاثنين موجودين جنب بعض هيحصل ان فتله القطن هيحصل لها انتفاخ وفتله البوليستر هتفضل بطولها زي ما هي وتاثرها هيبقى بشكل اقل، فهيحصل عمليه التجعد اللي انا ممكن احصل عليها زي التجهيز بالتجعد بواسطه الصودا الكاويه. وفي عندي كمان تجهيز بالحراره، وتجهيز بالحراره ان انا ده معناه ان انا بعرض بالحراره على استنباط زي ما احنا قلنا، او ندي حراره بدرجات مختلفه، وطبعا احنا عندنا الخامات درجه تقبلها للحراره مختلفه من خامه لخامه، فده معناه ان انا ممكن ادي حراره بيحصل انكماشات لخامه معينه والخامه الثانيه ما بيحصلهاش نفس الانكماش، وبناء عليه يحصل عمليه من عمليات التجعد. نيجي تاني عمليه من التجهيز النسجي او الشكل اللي احنا بنتكلم عليها، وهي التجهيز بالقسطره. والقسطره ده معناه ان انا عندي لحمه، واللحمة دهيت اللي موجودة في النسيج بتبقى اللحمة دي عالية شوية، واللحمة دهيت بقى أعمل لها عملية نبش بفرش، الفرش دهيت بتبقى مصنوعة من المعدن بحيث إن أنا أعمل لها عملية زي وبرة موجودة على الخامة، والوبرة دهيت هنلاقي دايما إحنا بنلبس لما بنيجي في الشتاء بنلبس خامات ميلتون مثلا، الخامات الميلتون دهيت بنبص عليها من ورا بنلاقي فيها وبرة عالية شوية كده، انا عندي اللحمه اللي موجوده في الخامه، اللحمه بتبقى بالعرض كده، اللحمه دهيت بيبقى عندي فرش، الفرش دهيت بيبقى ليها سنون، السنون دهيت تبدا تنتش في اللحمه، لو احنا مثلا دلوقتي عندنا في البيت قطه ولا كلب ولا الكلام دهوت بنلاقي ان القطه دهيت مثلا لو انا عندي فرش تنجيد او قماش تنجيد او الكلام ده القطه دي بتبدا تخربش في القماش دهوت فبتطلع لي وبره صغيره. خدنا او الفكره بتاعت القسطره جايه من الفكره دهيت، الفكرة ديت اللي هي ايه؟ ان انا عندي لحمة، واللحمة دي وانا بعمل النسيج بخليها عالية شوية، اللحمة دهيت بيجي بفرش، الفرش ديت تبدأ تنبش في اللحمة دهيت فتعمل لها عملية تطلع الوبرة اللي موجودة على اللي موجودة في الخامة او في اللحمة دهيت، وبعد كده بقصها بمستوى معين بحيث انها تعمل لي وبرة على سطح الخامة، دي عملية القسطرة. بعد كده نيجي لعملية تانية من عمليات التجهيز وهي عملية القطيفة. عملية القطيفة يعني نقدر نقول انها قريبة من عملية القسطرة، ولكن عملية القطيفة احنا بنقص بقى الوبرة بمستويات، بنخلي الوبرة اللي موجودة على الخامة بتبقى مستواها قليل جدا، وبعد كده بنعالجها ببعض الزيوت والشموع بحيث ان احنا نكسبها مزيد من النعومة واللمعان، وده اللي بنحصل بيه على القطيفة، بنعالجها بزيوت وشموع معالجة طبعا بمواد معينة زي ما بناخدها في العمليات عشان نحصل على القطيفة اللي موجودة عندنا بالشكل اللي احنا عايزين. بعد كده عندي تجهيز الراتنج. تجهيز الراتنج برضو هو من التجهيزات اللي بناخدها في التجهيزات الأساسية أو في تجهيزات سوري تجهيزات النسجي أو الشكلي. تجهيز الراتنج، تجهيز الراتنج ده بقى احنا خدنا فيه تجهيز التجعد وتجهيز الانكماش وتجهيز الكرمشة، لكن تجهيز الراتنج بقى هو تجهيز الفرد. يعني ايه تجهيز الفرد؟ يعني انا مثلا عندي الخامة القطنية من السهل عليا انها بتنكمش بشكل كبير جدا، يعني الخامة القطنية عندي بتنكمش بشكل كبير. طيب لو انا بقى عملت لها تجهيز الراتنج ده، هو مادة الراتنج دهيت هي مادة عندنا نوعين منها، في نوع منه ذات البلمرة وفي نوع منه متفاعل. ذات البلمره ده معناه ان هو بيتفاعل مع نفسه بيكون شبكه، الشبكه دي بتمنع القماش ان بعد كده يحصل له عمليه انكماش. يبقى تجهيز الراتنج ده هو عباره عن مواد بتتفاعل مع نفسها وبتتكون شبكه، الشبكه ده هي بتمنع القماش ان هو يحصل له انكماش. ده معناه زي بالظبط كده لما بنيجي واحد بتبقى ايديه مكسوره ومش عايزين ايديه تتن، بنعمل له ايه؟ بنعمل له جبس. الجبس ده بيبقى عباره عن ماده، مادة الجبس ده هي بناخدها بحيث ان هو الايدين ما ينفعش مثلا تتني او تتحرك نتيجة وجود الجبس اللي موجود ده. طيب راتنج ده برضو بنعمل ايه؟ بنعمل مواد بنعالج القماش في مواد الراتنج،
ومواد الراتنج دهيت قلنا نوعين، في ذات البلمره وفي متفاعل. ذات البلمره ده بيتفاعل مع نفسه ويكون شبكه، الشبكه دهيت بتمنع القماش انه يحصل له عمليه انكماش لما يجي يتفاعل. طيب بالنسبه للمتفاعله، المتفاعله بقى مش بتكون مع نفسها شبكه، لا المتفاعله بتتفاعل مع الخامه النسجيه، وتفاعلها مع الخامه النسجيه دهيت برضو بتكون سلسله، السلسله دهيت بتخلي القماش صعب بعد كده انه يحصل له عمليه من عمليات الانكماش. ده بالنسبه لتجهيز الراتنج. يبقى احنا كده اتكلمنا عن التجهيز الاساسي، واتكلمنا فيه عن الغليه، التبييض، ضبط العرض، الحليق، الحريق، التنشيه، والكلندر، والتحكم في الانكماش، واتكلمنا عن التجهيز النسجي او الشكلي، واتكلمنا فيه عن التجعد بالصودا والحراره والكستره والقطيفه والراتنج. دور مراقبه الجوده برضو هنا بنتكلم عن المواد ودرجات الحراره، النسب، الخامات بتتحط امتى، بتتحط ازاي، ايه الكيفيه اللي بتتحط بيها، ايه الطريقه اللي بتتحط بيها، ايه المواد اللي بتتحط قبل مواد، درجه البي اتش مثلا لو احنا بنعمل تجعد بالصودا، درجه البي اتش هل الخامه هتقدر تتحملها او لا، هل الخامه هتقدر تتحمل القسطره مثلا القماشه، هل القماشه ممكن تبقى ضعيفه وبناء عليه القماشه ممكن تتقطع مني نتيجه النبش، مثلا الفرش اللي احنا بنستخدمها دي، الفرش دهيت هل كلها متساويه فهتديني وبره متساويه ولا لا، هل الفرش دهيت السنون بتاعتها كفيله انها تطلع لي الوبره او لا، هل السنون بتاعتها قريبه من الخامه فممكن تعمل لي تقطيع في الخامه او لا، هل لما اجي مثلا بشغل الفرش دهيت لما بيبقى في وصلات ما بين الاتواب وبعضيها برفع الفرش دهيت عشان ما يحصلش تقطيع للوصلات دهيت او لا، القطيفه مثلا الزيوت او الشموع دهيت هل الخامه بتمتصها او لا، هل الخامه ممكن غير قادره على امتصاص الزيوت او الشحوم دي وبتعمل لي بقع انا بحطها بكميات كبيره مثلا فالخامه ابص الاقيها بقى ليها بقع وبقى ليها شكل مش لطيف، الراتنج ده هل هياثر على متانه الخامه، طب هل نسبه التاثر قد ايه، هل نسبه التاثر دي انا هحتاجها في المنتج النهائي او لا، هل هيأثر على قوة الشد بتاعت الخامة. بعد ما بخلص التجهيز مثلا بالمواد هي سواء القسطرة أو القطيفة أو الراتنج لازم أعمل اختبار لقوة الشد والمتانة أو المرونة بتاعت الخامة، وأشوف إيه النسب طبعا بتاعت التأثر بتاعتها، وهل النسب ده هي أنا أحتاجها في المنتج النهائي أم لا. بعد كده عندي التجهيز حسب الغرض، وعندي تجهيز حسب الغرض او التجهيز من على يعني ايه على حسب الغرض، يعني اشوف ايه الغرض اللي انا طالبه في الخامه وابدا اجهز بناء عليه التجهيز على حسب الغرض. اول تجهيز على حسب الغرض عندي هو التجهيز المقاوم للتجعد. مقاوم للتجعد يعني هيقاوم الخامه انها يحصل لها انكماشات او يحصل لها تجعد للخامه. بعد كده عندنا تجهيز في حاجتين انا قصدت ان انا اكتبهم ورا بعض، وهي التجهيز الطارد للماء والتجهيز المقاوم للماء. ايه الفرق ما بين التجهيز الطارد للماء والتجهيز المقاوم للماء؟ في عندنا حاجه مهمه جدا بناخدها عندنا دايما اسمها الووتر بروف والووتر بيلن. الووتر بروف والووتر بيلن اللي هو الطارد للماء والمقاوم للماء. الطارد للماء ده معناه ان هو لا بيدخل مية ولا هواء. زي ايه بالظبط كده؟ زي البلاطي اللي احنا ممكن نلبسها في الشتاء. البلاطي ده هي ليجي مثلا يحصل مطر، في بلاطي بتبقى مقاومة للمية، البلاطي ده او طاردة للمية، البلاطي اللي هي بتبقى طاردة للمية ده هي لما بيحصل مطر، المطر دوت لو جه على اي قماشة المية ده هي بتنزل على القماش ومستحيل القماشة تمتصها. طيب حلو، طب ما هو المقاوم للماء برضو بيطرد المية اللي موجودة على المية برضو وما القماشة ما بتمتصهاش. بس هنا في فرق، الطارد للمية ده لا بيدخل مية ولا بيدخل هواء للجسم، وده معناه ان الطارد للمية ده مضر للجسم. يعني انا لو لبست مثلا ترنج والترنج ده ووتر بروف او ضد المية هلاقي نفسي بعرق جامد جدا، وهلاقي اني بعد فترة ابص الاقي بيحصل لي حساسية نتيجة ان الترنج اللي انا لابسه اللي هو الووتر بروف ده ما بيمتصش المية وفي نفس الوقت ما بيمتصش الهواء. وده طيب فاحنا عندنا القماش او الترنجات اللي طاردة للمية دهيت بتطرد المية عندنا، وبناء عليه لا بيمتص مية ولا بيمتص هواء، وده بيخلينا لما القماش دهوت يعمل لنا حساسية في الجسم. اما بالنسبة للمقاوم للمية ده بيمتص الهواء لكن ما بيمتصش المية، وده صحي جدا للجسم. يعني انا لو جبت قماشتين وعايز اميز ما بينهم واقول دي طاردة او دي مقاومة للمية، القماشة اللي طاردة لو انا نفخت فيها هبص الاقي ان الهواء ما بيطلعش الناحية التانية، فدي قلنا غير صحية.
لكن بتبقى مفيدة في بعض الحالات، لو أنا مثلاً بستخدمها في المفارش أو في المطاعم أو في الكافيهات في الفوط اللي بتتحط على أسطح الترابيزات، دي بتبقى من الحاجات اللي أنا بستفيد منها بشكل كبير جداً، وما تفرقش معايا إذا كانت بتمتص هوا ولا لأ. لكن لو أنا هستخدمها كملابس هلبسها، دي طبعاً ما بستفيدش منها بشكل خالص لأنها بتضر للجسم. طيب بالنسبة بقى للمقاوم للمية، المقاوم للمية ما بيمتصش المية برضو، ولكن بيدخل الهواء. ده معناه ان المقاوم للماء المسافات البينية ما بين الألياف وبعضها بتبقى مفتوحة، وبناء عليه بتسمح بدخول الهواء وخروجه، وده بيبقى مفيد بالنسبة لي في الملابس، وخاصة لو انا بستخدمه بشكل مباشر على جسمي، لان بيسمح لي بالتنفس او بيسمح للجسم بعملية التنفس. ده الفرق ما بين الطارد للماء والمقاوم للماء. بعد كده عندنا من التجهيزات اللي على حسب الغرض هو التجهيز المقاوم للاشتعال. والمقاوم للاشتعال مفيش حاجة ما بتتحرقش، لكن معنى ان هو مقاوم للاشتعال ده معناه ان هو بيطول شوية في عملية الاشتعال. يعني انا دلوقتي لو انا راجل بتاع اطفاء وداخل عشان اجيب طفل او اجيب حالة من جوه في عملية حريق، انا مش محتاج اني القماشه او الجاكيت او البدله اللي انا لابسها دهيت انها ما تتحرقش خالص، لكن على الاقل تاخد معايا ساعه او ساعتين ما تحسسنيش بالحراره او ما يحصلهاش عمليه حريق. ده معناه ان انا ممكن اعمل تجهيز، التجهيز ده يقاوم هذا الاشتعال ويقاوم هذه النار، وبناء عليه يديني فرصه او في خلال الساعه دهيت اقدر اخش اجيب الحاله اللي عندي واخرجها بدون ما يحصل لي حاجه، واقدر أنقذها من عملية الحريق. ده التجهيز المقاوم للاشتعال. أو مثلا لو أنا التجهيز المقاوم للاشتعال، أنا عندي ستاير مثلا موجودة في فندق ولا قدر الله حصل حريق، فعندي أجهزها بشكل يقاوم الاشتعال، بحيث أني لو حصل نار أو حد مثلا نسي شمعة أو حاجة موجودة في الفندق دوت ما تولعش عبال ما الجهاز بتاع الإنذار يشم ريحة الحريق ويبدأ ينشر المية بتاعته أو الرغوة بتاعته، وبناء عليه ما يحصلش عملية الحريق. يبقى انا تجهيز المقاوم للاشتعال بيديني وقت بس صغير، الوقت ده هو اقدر اقاوم فيه درجه الحريق لحد ما اقدر اطفي الحريق بتاعي او اخلص المهمه اللي انا داخل من اجلها. بعد كده التجهيز اللي عندي تجهيز المقاوم للعفن او العته. التجهيز المقاوم للعفن او العته او البكتيريا ده ما بجهزه غالبا بمواد، قلنا مواد لو احنا فاكرين مواد ذات نشاط سطحي كاتيونيه زي املاح الامونيوم الرباعيه، ودي بتقاوم البكتيريا وبتمنع تكونها وبتمنع وجود المواد اللي تقدر تقاوم البكتيريا، وبرده في اي مواد فيها امونيوم او الامونيوم ممكن تقدر تقاوم البكتيريا وتقدر تقاوم العته اللي موجوده عندي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اقسام التجهيز، قلنا تجهيز اساسي زي الغليه والتبييض وضبط العرض والحليق والحرق والتنشية والكليندر والتحكم في الانكماش والتحرير. اتكلمنا عن التجهيز النسجي أو الشكلي زي التجعد بالصودا والحرارة والكسترة والقطيفة والرادينج، واتكلمنا عن التجهيز على حسب الغرض زي مقاوم للتجعد وطارد للمية ومقاوم للماء ومقاوم للاشتعال ومقاوم للعفن ومقاوم للعتة ومقاوم للبكتيريا. طيب في التجهيز على حسب الغرض ايه اللي يهمني فيه؟ التجهيز على حسب الغرض اللي يهمني فيه في مراقبة الجودة، ان انا برضو اراقب المواد الكيميائية اللي انا بحطها، او لو انا ما كنتش بحط مواد كيميائية مثلا وبجهز بشكل ميكانيكي اقدر اشوف المواد او الخامة ده هي بتأثرت قد ايه بالتأثيرات الميكانيكية اللي انا عملتها. كمان بعد ما بخلص عملية التجهيز بشوف المتانة وقوة الشد اللي موجودة للخامة، وهل الخامة تأثرت او المتانة بتاعتها تأثرت او لا، وهل في بعض المواد ممكن تأثر على المتانة وممكن مواد لا، انهي المواد الافضل وانهي الخامات اللي انا بستخدمها، هل ممكن بعض المواد تبقى بتديني تأثيرات عالية جدا، لكن يعني مثلا بعض المواد بتديني قدرة عالية على مقاومة التجعد لكن بتأثر على متانة الخامة، وبعض المواد التانية بتديني قدرة اقل لكن المتانة بتبقى قوية. فأنا أشوف الخامة بتاعتي إيه الغرض من استخدامها، وبناء عليه أقدر أشوف إيه نوع المواد اللي أنا بستخدمها. كل ده في مراقبة الجودة، وكل ده بيمنع حدوث العيب قبل ما يوصل للعميل بتاعي أو قبل ما يوصل للمنتج النهائي. لو أنا قاومت في كل المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها دهيت هقدر أو رقبت الجودة في كل المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها دهيت، ده معناه إن أنا مش هوصل لعيب في المنتج بتاعي النهائي. بعد كده هنتكلم في نقطة مهمة جدا،
وهي مراقبة الجودة على المنتج النهائي. مراقبة الجودة على المنتج النهائي هي من أهم الوسائل التي تقيم وتحدد كفاءة مراحل عمليات الإنتاج من أول مرحلة حتى آخر. يبقى احنا مراقبة الجودة على المنتج النهائي دي وسيلة من الوسائل اللي بتقيم وتحدد كفاءة مراحل عمليات الإنتاج من أول مرحلة حتى آخر. ده الجزء اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه يا شباب، ان احنا بنقول ان احنا بناخد في المنتج النهائي عشان نوصل للمنتج النهائي. ده مش معناه ان احنا بنراقب على المنتج بس بعد ما بيوصل لايدي في الاخر او بيوصل لايد مراقب الجودة، ولكن انا بتابع كل المراحل بتاعتي من اول مرحلة حتى اخر مرحلة عشان اقدر اوصل لكفاءة كل مرحلة، وايه هي كل مرحلة في العملية الانتاجية وايه ترتيبها، وايه المراحل اللي ممكن تبقى قبل بعضيها، وإيه المراحل اللي ممكن تبقى بعد بعض، وإيه المراحل اللي ممكن أقدر أجلها في المرحلة اللي بعدها. طيب مراقبة الجودة على المنتج النهائي هل ليها طرق؟ ليها طرق. أول طريقة عندي هو معرفة خط سير المنتج، وذلك لتحديد الفحوص التي ستجرى عليه، وهذا حسب نوع التجهيز والغرض من الاستخدام. يبقى أنا لازم أبقى عارف عندي خط سير المنتج بتاعي إيه، بدايته إيه ونهايته إيه، وايه نوع التجهيز اللي انا بستخدمه فيه، وايه الغرض من استخدام هذا التجهيز. زي ما قلنا ان احنا في ممكن تبقى علاقات طرديه ما بين التجهيز والمظهر للمنتج او القوه او المتانه بتاعه المنتج. زي ما بنقول ان احنا في بعض المواد بتديني غرض اللي انا عايزه بقدرات عاليه جدا لكن بتاثر على متانه الخامه وقوه الشد بتاعتها، وفي بعض المواد بتديني ممكن درجات اقل لكن بتديني قوه ومتانه للخامة وقوة شد عالية جدا للخامة. طيب ده نوع من أنواع أو طريقة من طرق مراقبة الجودة على المنتج النهائي، وهي معرفة خط سير المنتج لتحديد الفحوص اللازمة ليه. طيب بعد كده عندي إحدى الطرق مراقبة الجودة على المنتج النهائي، وهي توفر الإمكانيات العملية والتي تشمل المعامل والأجهزة والأدوات. كمان ما ينفعش ان انا اراقب الجودة على المنتج النهائي وانا ما عنديش الامكانيات العملية او المعملية كمان اللي موجودة عندي، يعني ما عنديش المعامل والاجهزة اللي تقدر تقيس الكلام ده. هو يعني لازم يبقى عندي معامل تقدر تقيس المتانة وقوة الشد بتاعة الخامة، وتقدر تقيس النسب اللي انا محتاجها في المتانة وقوة الشد ده. يعني لازم يبقى عندي المعامل اللي تقدر تقيس الكلام ده هوت، وتقدر تحدد القوة والمتانة بشكل مرحلي سواء في على مراحل الانتاج او بشكل نهائي على المنتج النهائي. لازم يبقى عندي الادوات اللي تقدر تقيس الكلام ده، وكمان مهم جدا لو انا بشتغل في عملية التصدير لازم تبقى الادوات التصديرية اللي عندي او الادوات اللي انا بقيس بيها هي الادوات اللي بيقيس بيها العميل بره، لاني ما ينفعش ان احنا ما يبقاش الادوات بتاعتنا واحدة والمعايير بتاعتنا واحدة، كمان وحدات القياس اللي احنا بنقيس بيها لازم تبقى موحدة. يعني انا لازم انا كمراقب جودة او راجل بشتغل في عملية الجودة لازم اشوف العميل بتاعي، مش شرط كمان التصدير بس، والله كمان في الشغل المحلي لازم اشوف العميل او المستهلك بتاعي بيقيس معايير الجودة بتاعته بأني طريقة وبأني معيار، وايه الادوات اللي بيستخدمها في القياس عشان انا كمان اقيس الشغل بتاعي او المنتج بتاعي بنفس المعايير وبنفس الادوات، يمكن كمان يكون في نفس المعامل وبنفس النسب وبنفس المواصفات القياسية اللي هو بيشتغل عليها، سواء كانت مواصفات قياسية عالمية او وصفات قياسية محلية، عشان نقدر احنا الاثنين نكون بنتكلم بلغة واحدة. ده هيمنع لي مشاكل كتير قوي 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 ما المنتج يوصل للعميل، كمان هيخليني يبقى سهل قوي قوي ان انا اقدر اراقب عمليات الانتاج بتاعتي. كمان لازم من الطرق المراقبة الجودة على المنتج النهائي توفر المستوى العالي من الفنيين. لازم يبقى عندي فنيين عندهم قدرة عالية على القياس وازاي بيقيسوا وامتى بيقيسوا المراحل. احنا عندنا في مصر كمان بعض الفنيين ممكن كمان يكونوا ما بيحتاجوش للمعامل او للقياسات عشان يقيسوا، ممكن بمجرد النظر كده يقدر يقولك والله المنتج ده فيه كذا او فيه عيوب كذا او. هل ده وحش؟ لا ده مش وحش، ده كويس، لان الفنيين دي بيبقى عندهم خبرات عالية جدا نتيجة الشغل لفترات طويلة، نتيجة العمل بتاعهم لفترات طويلة، فبيقدر اول ما بيشوف المنتج بيقدر يحكم عليه. لكن هل ده معناه ان انا ما ارجعش للمعامل وادوات القياس؟ لا، احنا ممكن الفنيين وقدراتهم العالية ديت نستخدمها في التشخيص المبدئي للعملية او للحالة اللي عندي او للاقمشة اللي عندي او للعيب اللي عندي، لكن بعد كده لازم يتقاس في معامل وفي ادوات قياس معينة وبمعايير معينة عشان اقدر احكمها.
واحنا بنقول على معايير المراقبة عندنا نوعين، اما تبعا للمواصفات القياسية او المصرية او تبعا للمواصفات القياسية العالمية، تمام؟ ده بالنسبة لمراقبة الجودة على المنتج النهائي. طيب تقسيم المنتجات النسجية او النسيجية اللي موجودة عندنا ازاي بتقسم المنتجات النسيجية اللي موجودة عندنا؟ اول حاجة عندي اقمشة وشرائط منسوجة، والاقمشه والشرائط المنسوجه دهيت بنبدا نراقب عليها، بنراقب عليها مراقبه الجوده في ايه بقى؟ بنشوف اول حاجه ثبات الصبغه للضوء والغسيل والعرق والاحتكاك، يعني احنا بنشوف الاقمشه والشرائط النسجيه دهيت ثباتها قد ايه للضوء والغسيل والعرق والاحتكاك، بنشوف ثبات الصبغه بتاعتها، وعندنا كذا طريقه لثبات الصبغه. كمان بنعرف نوع ونسبه الالياف، يعني مثلا لو اقمشه مخلوطه بنقول والله ده في نسبه الخلط مثلا 65% قطن و 35% بوليستر، او الاقمشه مثلا نعرف نوعها، دي اقمشه قطنيه، لا دي اقمشه صناعيه، ده صوف، ده حرير، ده بوليستر، ده بولي اكريليك، كل دي انواع من انواع الاقمشه. كمان بنشوف درجات البياض، واحنا قلنا اتكلمنا مع بعض على درجات البياض للاقمشه المبيضه، قلنا انها بتختلف من درجه الاخرى، وقلنا نقدر نقيسهم ازاي ونقدر نجربهم ازاي، درجه اللمعان، مقاومه الحريق زي ما اتكلمنا عنه، مقاومه نفاذ الميه، نسب الانكماش وطول وعرض الاقمشه. كمان عندي الملابس الجاهزه، الملابس الجاهزه برضو بنشوف نفس الحاجات اللي بنشوفه على الاقمشه، الاقمشه والشرائط النسجيه، لكن بنشوف كمان بنراقب الجوده فيها في قدره تحملها للغسيل العادي والغسيل الجاف. حتى نلاحظ في بعض اعلانات لمساحيق الغسيل بيتكلم يقول لك والله ده ثابت، الالوان بتاعته ثابته لحد 65 غسله، ده معناه ان هم جربوا عليه اكتر من 65 غسله، بعد 65 غسله ابتدت تتاثر الالوان بتاعته، فبنشوف ثباته للغسيل العادي والجاف بجانب الاختبارات اللي احنا قلناها دي كلها. كمان عندي الاقمشه الوبريه والفوط، بنشوف برضو ثباته ليه زي السابق بالظبط، كمان بس بنزود عليه بقى في الاقمشه الوبريه والفوط، لان احنا قلنا ان الفوط بنستخدمها طبعا في مثلا البحر او حمامات السباحه، وكمان لازم يبقى ليها قدره عاليه على الامتصاص، فبنشوف ثباتها اللون البحر او ثبات اللون او الصبغه بتاعتي او الطباعه بتاعتي للاقمشه الوبريه لماء البحر ولحمامات السباحه. كمان بنعين درجه الامتصاص وقدرتها على الامتصاص بالاضافه الى الاختبارات السابقه اللي هي ثبات الصبغه والنوع ونسبه الالياف ودرجه البياض واللمعان ومقاومه الحريق ومقاومه نفاذ الميه ونسب الانكماش والطول والعرض. كمان الاقمشه الجاهزه واقمشه الملابس والتريكو والسجاد والاغطيه والارضيات بنشوف عليها نفس الاختبارات، بس يمكن في السجاد واغطيه الارضيات بنشوف قدر تحملها للاتساخات والاحتكاك. ليه بقى؟ لان احنا عندنا في السجاد والارضيات بيتعرضوا كتير جدا لاحتكاك بشكل كبير، وبيتعرضوا للاتساخات بشكل اكبر يمكن من الملابس والتريكو، فبنشوف قدره تحملها للاحتكاكات دهيت، هل اللون ممكن يقع او لا، وكمان قدره تحملها للاتساخات اللي بتقع عليها سواء بالنسبه للسجاد او اغطيه الارضيات. الأقمشة الغير منسوجة هي يمكن فيها شوية حاجات بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، بيبقى فيها اختبارات مختلفة شوية زي معدل نفاذ المية، يعني أحيانا الأقمشة الغير منسوجة دي بستخدمها في الأجولة مثلا أو الحاجات مواد حفظ تعبئة للغلال أو الحاجات ديت، فبشوف معدل نفاذها للمية قد إيه، هل هتقدر تقاوم الاشتعال ولا لأ، يعني مثلا لو أنا عندي في بعض الحبوب أو كده لو اتعرضت للرطوبة ممكن يحصلها عفن، طيب أنا عندي أقمشة غير منسوجة، هل الأقمشة الغير منسوجة دهيت هتقدر تتحمل نفاذ المية، هل تقدر يعني هينفذ منها الماء أو الرطوبة، ده معناه إن الحبوب دهيت حصل لها عفن فبيبقى ما ينفعش إنها تستخدم، فبشوف الأقمشة الغير منسوجة دي معدل نفاذها للماء أو الرطوبة، هل هقاوم الاشتعال أو لأ، نوع ونسب الالياف برضو اللي فيها، مقاومتها للاحماض للقلويات، يعني انا دلوقتي لو انا بحط صبغه بحطها في اقمشه غير منسوجه عشان احفظها، هل هقاوم الاحماض او القلويات، لو الصبغه ديت مثلا فيها نسبه قلويات او نسب احماض هل هتاثر على الاقمشه الغير منسوجه دي، ممكن ابص الاقي الاقمشه الغير منسوجه دي تحللت بالاحماض او تحللت بالقلويات، درجة تحملها للبي اتش، لو الأقمشة الغير منسوجة دي هستخدمها على الجسم مثلا هشوف هل بتقدر تتحمل ملامسة الجسم أو لأ، هل هتأثر على الجسم هتعمل له حساسية أو لأ، تحديد نوع ومواد التجهيز المستخدمة فيها، تحديد نوع الصبغة والألياف اللي هتستخدم لهذه الأقمشة. معايير الجودة للأقمشة الخام، بقيم العيوب بطريقة النقط، يقدر عدد من النقط لكل نوع من العيوب في الأقمشة.
يعني ايه الكلام ده؟ ازاي بعاير الجوده للاقمشه الخام، او ايه هي المعايير اللي عندي لجوده الاقمشه الخام؟ بقيم العيوب بطريقه النقط. يعني انا بيبقى عندي نقط معينه، مثلا بنقول العيب البسيط بنحط له نقطه واحده، العيب مثلا المتوسط بنحط له 3 نقط، العيب اللي هو الكبير مثلا بنحط له 5 أو 6 نقط، ايا كان الطريقه اللي انا بستخدمها. وبعد كده بشوف في مساحه معينه، نفترض متر في متر، بشوف بقى عدد العيوب البسيطه قد ايه والمتوسطه قد ايه والكبيره قد ايه، واشوف بقى المعايير اللي عندي. هو عايز هل ممكن يتقبل العيوب البسيطه، هل ممكن يتقبل العيوب المتوسطه، هل ممكن يتقبل العيوب الكبيره، على حسب النسبه والكميات اللي انا بقدر احددها ومجموع عدد النقاط بقدر احدد الطريقه او المعيار اللي هو بيستخدمه. دي طريقه اسمها طريقه النقط. كمان عندي في تقييم العيوب بطريقه العد، ودي بوصف العيب، بقول والله لا ده انا عندي في عيوب كبيره 5 عيوب مثلا في المتر، عندي والله في العيوب المتوسطه عندي 3 عيوب متوسطه، او عندي عيوب صغيره مثلا عندي عيبين، وبشوف بقى الراجل اللي هو مثلا بيتقبل او المستهلك عندي هيتقبل كم عيب كبير، كم عيب متوسط، كم عيب صغير في المتر الواحد، وبناء عليه اقدر اقول والله ده لا ده ينفع القماش ده يعدي، لا القماش ده ما ينفعش. دي اسمها معايير جوده الاقمشه الخام. يبقى معايير الجودة للأقمشة الخام عندي نوعين منها: تقييم العيوب بطريقة النقط وتقييم العيوب بطريقة العد. أنواع العيوب اللي موجودة عندي: أولا عيوب ظاهرة، وهو العيب الظاهر الذي لا يمكن التخلص منه في الخام أو بأنواع التجهيز المختلفة ويستوجب فصله من الأقمشة. يبقى العيب الظاهر ده عيب واضح قوي اي حد ممكن يشوفه، والعيب ده بيبقى موجود في الخام وده ما بقدرش اتخلص منه باي نوع من انواع التجهيز، وده لازم افصل القماش وده ما ينفعش استخدمه. تاني عيب عندي وهي العيوب المتوسطه، وده بيبقى خطا في الاقمشه يمكن رؤيته برضو بالعين المجرده، ولكن ممكن اعمل انواع تجهيز اقدر اتخلص منه. زي ما قلنا مثلا لو انا نفترض اللي عندي فيه مسافات واسعه قوي ما بين القماش، ممكن اعملها بعض اعمل ملو لهذه المسافات، زي ما اتكلمنا عن التنشئه ده بشكل مبسط يعني، لكن في مواد اخرى فبتملى المسافات دهيت، وده ممكن اتخلص منه باحدى عمليات التجهيز. بعد كده عيوب بسيطه، والعيوب البسيطه دهيت العيب اللي ممكن اتخلص منه بالخام باحدى عمليات التجهيز، ممكن بالصباغه الغامقه مثلا او الصباغه العميقه او مثلا الطباعه العميقه في اماكن معينه، ده ممكن اقدر اتخلص من هذا العيب البسيط. بعد كده مستوى جوده الاقمشه، عندي طريقتين للفحص، واحده بتتم على ترابيزه الفحص، بيبقى عندي ترابيزه، الترابيزه ديت مخصصه للفحص، ودي الترابيزه دي بتبقى بدون اضاءه، ودي بفحص القماش على وجه واحد عشان اقدر افحصه بيه. وعندي في بعض بقى المصانع الكبيره مثلا بيبقى عندها ماكينات فحص عشان تفحص العيوب، زي الماكينتين اللي احنا شايفينهم دلوقتي دول، وبيبقى عندهم في اضاءه بيضاء موجوده ورا، وبيبقى في ازاز مخرفش موجود على سطح الاضاءه البيضاء دهيت، وبحط عليها القماش ودي بفحص فيها وجهي القماش سواء الوش او الظهر، وببدا اشوف واطلع العيوب اللي موجوده فيها. العوامل واجب مراعاتها اثناء فحص الاقمشه: لازم بحفظ العينات اللي بتمثل العيوب المختلفه لغرض المقارنه، دي لازم اراعي الكلام ده قوي 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 وانا بحفظ الاقمشه، احفظ العينات اللي بتمثل العيوب المختلفه لغرض المقارنه، كمان افحصها في ضوء النهار العادي لان العميل هيشوف القماش بتاعه في ضوء النهار العادي، كمان يفضل ان انا افحص الوجه والظهر للقماش بالاضافه الى البراسل، لان البراسل بتعتبر من ضمن القماش وعيوبها بتبقى عيوب كبيره جدا في القماش، ولازم اخدها في الاعتبار لو حصل في تمزيق في البراسل ولا حاجه لازم استبعد القماش، يبقى انا بفحص الوجه والظهر للقماش بالاضافه للبراسل. كمان هناك بعض العيوب بتختفي بنسبه 50% زي اللي احنا كنا بنتكلم عنها، بتختفي بنسبه 50% عند الصباغه او الطباعه بالوان غامقه او عميقه، زي ما قلنا ان لو في مسافات بسيطه مثلا بينيه ما بين الالياف النسجيه ما بينها وما بين بعضيها، ممكن لو انا صبغت لون غامق الالياف ده هي او المسافات ده هي بتبدا تختفي، او لو طبعتها بنفس برضو بالوان غامقه بتختفي غير ما اكون بصبغها او بطبعها بالوان فاتحه. ايه بقى هي، ودي اخر حاجه هناخدها مع بعض النهارده، ايه هي العيوب الاقمشه التي لا يمكن تصليحها ولازم تستبعد؟ العيوب الاقمشه التي لا يمكن تصليحها وساعتها لازم استبعد القماش بتاعي: اول حاجه ثقوب او قطوع نتيجه طلف كيميائي او ميكانيكي. لو انا لقيت ثقب او قطع وبشكل كبير او واضح نتيجه تلف كيميائي او ميكانيكي في الخامه، لازم على طول استبعد الخامه ديت وما اشتغلش بيها خالص، او استبعد على الاقل جزء القماشه او جزء من القماشه اللي فيه ثقوب او قطوع من القماش بتاعي وما ينفعش استخدم فيه.
كمان لو ضعف متان قوة الشد، وضعف متان وقوة الشد ده هو اللي هم بيقولوا عليها بالبلدي كده في العامة يعني، بيقولوا اللي هو القماش شايط. القماش شايط ده معناه ان انا لما امسك القماشة واجي اشدها كده وتبص الاقيها اتقطعت معايا. لو انا لقيت في ضعف او متانه او قوه الشد ده معناه ان انا ممكن بعد ما اعمل القماشه وتبقى جميله واعملها مثلا بجمل طفل ولا حاجه، واول ما يجي يستخدمها او يبدا يتحرك ابص الاقي القماش بتاعه اتقطع. فده لازم برضو القماش اللي فيه ضعف متانه او قوه الشد لازم يستبعد استبعاد نهائي. كمان لو في عندي بقع زيوت او شحوم لا يمكن ازالتها، لو انا في بقعه زيت مستحيل طبعا حد هيجي يلبس، واحيانا دلوقتي بقى في موضه موضوع البقع ده، لكن لو في زيت او شحم وبقع بشكل كبير وما اقدرش ازيلها لازم استبعد القماش بتاعي. كمان لو عندي عيوب صبغه او طباعه القماش لا يمكن معالجتها او يعني عيوب ظاهره، لو انا عندي عيب في الصباغه او الطباعه مش هينفع استبعده يعني، او مش هينفع ان انا اداريه، ده لازم استبعد القماش بتاعي زي النقع البقع او النقط او مثلا صباغه غير متجانسه او في حته صباغه ظاهره او لا او طبعه مش مظبوطه او نص الطبعه ما اتطبعش او في جزء من الطبعه التصميم طار، ده كله لازم استبعده استبعاد نهائي. لو انا بقى الوان في الصباغه او الطباعه غير مطلوبه، يعني انا دلوقتي مثلا بطبع بازرق واصفر واحمر ولقيت مثلا بدل ما طبعت بازرق رحت طابع بلون كحلي، ده لون غير مطلوب والعميل مش عايزه، يبقى انا لازم استبعد اللون بتاعي ده. كمان لو عرض غير مطلوب للقماش سواء بالزيادة أو النقصان ولا يمكن تغييره، لو أنا دلوقتي عندي القماش بتاعي لو في عرض زيادة أو عرض ناقص بيبقى لازم أستبعد القماش بتاعي، لأن أنا ببقى مرتبط بعرض معين وبمقاس معين للقماش، فأنا ساعتها لازم أستبعد القماش بتاعي أو العيب ده. ده تقريبا كل اللي احنا اتكلمنا عنه في عملية مراقبة الجودة، سواء كان مراقبة جودة التجهيز أو مراقبة جودة المواد الخام أو مراقبة جودة المنتج النهائي. ده تقريبا آخر درس عندنا في عملية مراقبة الجودة. إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن نكون قدرنا نوفر لحضراتكم الدروس بشكل مستفيض وفي نفس الوقت بشكل بسيط يقدر يوصل لحضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله إحنا هنقدر إن شاء الله نستقبل استفساراتكم وأي استفسار على القناة بتاعة التعليم الفني، ويسعدني ان انا استقبل استفساراتكم وارد عليها في الفتره الجايه. وشكرا جزيلا جدا لحسن استماع حضراتكم، واتمنى ان انا اكون كنت ضيف خفيف عليكم طول الفتره اللي فاتت، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط وسهل ويبقى سهل على حضراتكم. ان شاء الله نقابلكم في المراجعات في الفتره القادمه، وشكرا لحسن استماع حضراتكم. سلام عليكم.